اليوم راح احكي لكم شنو الفرق بين الشراء هسه او بعدين. يعني شوف انت عندك من الشهر الخامس للشهر 11 تشتري او تنتظر تشتري سنه ال 24 اللي هي بدايه ال 24. اذا تشتري هسه البيمنت مالك راح يصير شويه اعلى من السنه الجايه تقريبا ب 500 دولار خلينا نقول. بينما اذا تشتري السنه الجايه البيمنت مالك راح تصير شويه اقل، بس مقابل هذا انت من هنا اللي تشتري صح البيمنت مالك شويه اعلى، بس هنا راح تقدر شويه تتعامل بسعر البيت وراح تحصل البيت بسعر احسن ومنافسه تكون هوايه اقل. بينما هاي السنه سنه ال 24 احنا متوقعين راح ينزل سعر الفائده وراح تصير قيمه مالك اقل، بس المشكله عندك هنا المنافسه راح تصير هوايه اكثر وراح تصير عندك سعر البيت يصعد اكثر حتى لو قلت القيمه مالك. اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من عقارات ويا مايك عقراوي، واليوم راح نحكي على انه شو وقت تشتري. سؤال بالنسبه لي سويت لكم ريبورتات والحلقه السابقه شرحنا بالضبط شنو هو اللي بيصير بالماركت وشنو هو تاثير صعود سعر الفائده على معدل الشراء وعلى معدل القرض مالك. فاني مثل ما شرحت لك قبل اللي صار هسه عندنا اياه انه يسموه الكور سي بي اي نزل من 6% الى 5.6%. هذا معناته انه الشغل مالتهم اللي دي يشتغلوا بتصعيد سعر الفائده ومحاربه التضخم كله قاعد يشتغل بشغل بشكل زين وده تمشي الامور زينه. سو هنا عندنا هنا الفدرالي قرر انه عند ميتنج او اجتماع يوم 3 بالشهر من الشهر الخامس راح يجتمعون وراح يصعدون سعر الفائده ربع نقطه فقط. هذه ربع نقطه هنا راح تاثر شويه على اسعار الفائده، بس مقابل هنا انه بدها تنطي خلينا نقول طمانينه للسوق انه هنا هذا راح يكون اخر تصعيد لهاي السنه. ومن هنا عندهم همين اجتماعات، اجتماع بشهر السادس، اجتماع بشهر السابع، واجتماع بشهر التاسع وبشهر الدعاش. هذول الاجتماعات هنا راح يقعدون يدرسون ايش يصير بالماركت بالنسبه للتضخم بالنسبه لسعر الفائده. انا بتوقعي انه اجتماعها بشهر التاسع او بشهر الدعاش راح يقررون هنا انه شو وقت راح ينزلون سعر الفائده، وهاي اهم نقطه لازم نعرفها. فاحنا مثل ما هسه شرحت لكم ايش يصير بالماركت وشلون هم يتحكمون بسعر الفائده وليش يصعدوها كل ما يصعد التضخم وليش راح يضطرون ينزلوها كل ما ينزل التضخم. فهنا مثل ما قلنا انه 3-5 هو اخر تصعيد لهاي السنه وراح يصعدوها بس ربع نقطه. هنا بعدين ايش راح يصير عندك؟ راح يبدون يجتمعون بشهر السابع وبشهر التاسع راح يقولون اوكي هسه التضخم قاعد ينزل فاحنا لازم نبدي ننزل سعر الفائده. فنقول مثلا هنا مثل ما قلت لك هنا بالشهر الخامس عندك اجتماع بالشهر السابع عندك اجتماع بالشهر التاسع، اذا نزلوا هنا سعر الفائده ربع نقطه ينزلوا هنا معناته اللي حيصير السنه الجايه اللي هي سنه ال 24 اللي حيصير انه هنا السوق خلينا نقول بالعراقي راح يحترق، راح يصعد السوق بشكل مو طبيعي، لان هنا راح الناس كلها هسه تتذكر تشتري. من تسمع انه اوه بدا ينزل سعر الفائده واني خلي اشتري هسه وبعدين اسوي ريفاينانس. بس انا اللي داريد اشرح لكم اياه وافهمكم اياه انه هسه اشتري وبعدين اسوي ريفاينانس السنه الجايه اقلها ضمنت البيت انت. هسه تقول لي يعني انا ايش قد راح اخسر وايش قد الفرق مالي؟ خلينا نقول هسه سعر الفائده اكثر شيء خلينا نقول اراوند 6.5% بين 6 الى 6.5%. يعني انت هنا هو اذا بدا ينزل انترست ريت السنه الجايه ما راح ينزل راسا هالشكل. احنا متوقعين لنهايه السنه الجايه يلا يرجع يوصل 5%. سو هنا انت الفرق بين خلينا نقول 6% الى 5% هاي انت بتحكي حسب كميه القرض مالك، بس انت بتحكي على مبلغ تقريبا 500 دولار حسب الكريدت ماله وكمية القرض، بس احنا نحكي بحكي عام على بيت ابو 500 600 وخلي انت تقريبا 10% داون، يعني خلينا نقول 500 دولار. هاي ال 500 دولار ضربتها في 12 شهر اللي هي السنه كامله راح تصير تقريبا عندك 6000 دولار. 6000 دولار يعني من عندي 10000 دولار خساره مال القرض اللي هي دفعاتك ما بين اذا تشتري البيت هسه للسنه الجايه.
زين، هل 10,000 دولار من اليوم انت اشتريت بيت راح يصير لك شويه مجال تتعامل وياهم مع التصليحات، يصير تتعامل وياهم مع السؤال. طبعا حسب مناطق، اكو مناطق بعدها كلش هسه يعني انه بيها منافسه مو طبيعيه، بس على العموم اكثر المناطق المنافسه بيها طبيعيه. يعني البيوت ما قاعد تصعد كلش هوايه، تصعد بنسب معينه، بس بعدين من دي يفتحون المعاملة ودي تبدي المعاملة مع الشراء دي ينزلون أسعار شوية على التصليحات على المثمن. فهنا أنت هل 10,000 هذه اللي خلينا نقول راح تخسرها بالبيمنات، أنت راح تربحها بسعر البيت. بينما هنا من راح تجي تتذكر تشتري السنة الجاية، هنا اللي حيصير عندك راح يصير عندك منافسة مو طبيعية، والناس راح تصعد عليك السعر مال البيت بشكل أكثر من ال 10,000. أنا متوقع راح يصعدون، ترجع المزايدات ويرجع يصعد البيت 20,000 و30,000 واكثر، وكانه كل شيء ما سويناه ويرجع كل شيء طبيعي. وهنا خاصه راح يقولون التضخم نزل جوا 5 والانترست رايت راح ينزل، هنا الدنيا راح تنقلب. فاني هالشكل حاولت اشرح لك بشغله كلش مبسطه انه ليش تشتري هسه وما تنتظر للسنه الجايه، على مود انت تقدر تفتهم الموضوع. وإذا أنت تريد تفتهم الشغلة بشكل دقيق كلش، عندنا قناة أمريكا بالعربي، ترجع على الفيديو اللي قبل هذا، وهناك راح تشوف يمكن في 30-40 ريبورت خليت لك إياه يشرح لك بالضبط هذا الحكي وش نقول إحنا. فأنت هنا بالكومنت بالتعليقات علق لنا تريد تشتري هسه لو تريد تشتري بعدين، وشنو هو الأحسن إلك برأيك. أنا مايك عطرابي، وكيل عقاري في كاليفورنيا، وصاحب شركة First Finance Lending اللي هي قروض عقارية كل ولايات أمريكا.